السلام عليكم اخوات. المهم هانتوما غادي ندير معكم داك الطريس اللي شاركت معكم جديد. هنا كنثبت الخيط كما كتشوفوا. يلا غنبدا في هذا الكم، والكم الاخر راني ساليته اللي هو هذا. هانتوما تشوفوا الخدمه ديالو كيفاش كتجي، كتجي رائعه وانيقه. دائما كنقلب على شي حاجه خفيفه، تكون خفيفه وتكون زوينه انيقه بحال هكا. انتوما هنا كتجي بحال الشكل ديال الكورميت ولكن مختلف. المهم غادي نبدا معكم من الاول، من هاد البدايه هذه، وغتشوفوا معايا الخدمه كيفاش غادي تكون. نتمنى تفهموا لهاد الفيديو، بقاو معايا. المهم هنا غادي ندير الغرزة هنا اللي هي الغرزة الثانية في التوب، يعني درت جوج غرازي في التوب. ونجي لهنا وندير واحد الغرزة نجي عاوتاني هنا كندير غرزة ويمكن نخدم الرندة عادي. غادي نطلع هنا ربعة ديال الغرازي. دابا عندي واحد جوج ثلاثة، باقا واحدة. المهم هانتوما دابا غنحسب شحال عندي. عندي واحد جوج ثلاثة ربعة، ربعة د الغرازي. دابا غادي نرجع معاهم. هنا كتبدا الخدمة اللي درتها معاكم. هانتوما درت فيها ربعة ديال الغرازي، وهنا كتبدا الخدمه اللي قلت لكم عليها. كننقز هاد الغريزه هذه، كنجي للثانيه كنضرب فيها. المهم في البدايه كتكون شويه صعيبه، ما كتلقايش فين تشدي. نحاول ندير غير بشويه ونرجعوا لهاد الغرزه هذه. نزوم هنا والخيط هانتوما كتشوفوا فوق الإبرة، ونطلع واحد جوج ثلاثة. هكا ونجي لهاد القاعدة ديال هاد السنينة اللي درت. غنغلف واحد جوج، نزيد ثلاثة. بهذه الطريقة. وهنا غادي ننقز هادي، هنا غادي ننقز هاد الغرزة هادي وغنضرب هنا في الأخرى. نحاول نثبت هاد الخيط. وهنا ضربت غرزة هنا، دابا غادي نرجع لهاد الخيط هذا اللي درت هنا وغنطلع واحد جوج ثلاثة. وغادي نغلف فيه ثلاثة المرات، واحد جوج ثلاثة. ونجي للتوب من بعد شي شويه، ونضرب شي هنا
بعد قبلت الراس ديال هاد الضريس اللي درت، ضرفتو ونجي الراس ديال الضريس، ما نزيرش بزاف، غنخلي واحد المساحة اللي غادي تجي فيها جوج غرزات. هنا كنخلي هاد الخيط شوية مرخوف كما كتشوفوا، حيت فاش غادي نرجع غادي ندير فيها جوج غرزات اللي غادي نعوض فيهم هاد الغرازين اللي بديت بيهم، اللي هما 4 الغرزات، يعني غندير جوج هنا وجوج هنا. وهنا غنضرب في الراس ديال الطريس، نشيل، وهنا غندير كما قلت لكم جوج غرزات باش نعوض هذوك الغرزات اللي بديت بيهم. نمشي عاوتاني هنا نفس الشيء جوج غرزات، وهنا ما كنبعدش بزاف، يعني قبلت هذيك الغرزة كندير غريزة في الثوب ونرجع نعمر عادي، نرجع نخدم الغرازي ديالي عادي 4. كما كتشوفوا وهنا غادي نبدا ضريس، كنخلي هاد الغرزه، يعني كنكرر الخدمه اللي درتها من الاول، كننقز وحده ونضرب وحده، وهنا في هاد الخيط غنطلع ضريس 1 2 3. ونغلف جوج 3 ونقز هاد الغرزة هادي، ما نضربش فيها، غنضرب في الثانية. كما قلت لكم هنا كنخلي هاد الغرزة هادي ما نضربش فيها، كنجي هنا نضرب في الثانية هنا، وهاد الخيط اللي كيبقى لينا في الغرزة اللي ما ضربناش فيها ها هو غنطلعو فيه دريس 1 3 ونغلفو 3 ونجي قبلت الراس ديال الدريس، نضرب في الثوب نجي الراس. المهم الاخوات هنا رجعت معكم حيت كان وقف لي الفيديو، من بعد عاوتاني كاين شي مرات عندي صداع وكان حبس الفيديو. المهم هنا انا ضربت في الراس ديال الضريس اللي درت، يعني الطريقه نفسها اللي درتها معكم في الاول، يعني كتبعوا نفس الطريقه، مره بضريس ومره بالراندا. الراندا كنديروا 4 غرزات ضروري نعوضوهم، وهنا كما كتلاحظوا انا غنضرب في الثوب قبالت طريس، يعني كنخلي ديك الغرزه كتكون قبالت طريس، كنبعد شويه في الثوب، وهنا كنضرب في الراس ديال طريس، وكنخلي الخيط شويه مرخوف باش هكا فاش نرجع ندير جوج غرزات. وهنا عاوتاني نفس الشيء كنضرب في الراس ديال طريس، كنخلي الخيط مرخوف اللي غادي ندير فيه جوج غرزات. هانتوما كتشوفوا درت هنا جوج غرزات، وهنا غادي ندير عاوتاني جوج غرزات اللي غادي نعوض بهم هذوك 4 ديال الغرازي اللي بديت فيهم الرنده، وكنضرب عادي الغرزه ديال الرنده. هنا سال ليا الخيط حيدتو، ما كتشوفوا الطريقه كيفاش كنحيد الخيط باش ما يبرزنيش في الخدمه. صافي هنا غادي ندير خيط جديد وغنخدم به، نستمر بنفس الطريقه في الخدمه حتى كنسالي لكم ديالي. هنا غادي نخدم الرنطة 4 ديال الغرزات كما قلت لكم، المهم فاش كنجي كنحل دوك الغرازي من بعد كنخدم عليهم المرة الثانية فاش كنرجع، وفي الرجعة يعني كندير الضريس.
هانتوما كتشوفوا دابا هذا الخط الثاني اللي درته بالرنده، ولا السطر الثاني كندير جوج المرات، يعني كنمشي وكنجي. هنا غنسالي ربعه د الغرزات. دابا غادي نبدا الطريز، كننقز الغرزه الاولى وكنضرب في الثانيه بهذه الطريقه. والغرزه اللي درتها من قبل هي هذه، كنطلع فيها ثلاثه د المرات، كنطلع الطريز على ثلاثة، يعني كنلوي ثلاثة د المرات فوق الإبرة، وكنغلف كذلك ثلاثة د المرات. يعني ساهل بزاف، هاد الطريس كيجي ساهل وعندو منظر عاوتاني، ولا الشكل ديالو كيكون مختلف. صافي، هنا كنقز عاوتاني وحدة وكنضرب وحدة، كنرجع لهاد الغريزه اللي قبلت منها، كندير دريس كما كتشوف. كنتمنى هاد الفيديو يكون واضح، الصراحه كيجيني التصوير شويه صعيب. كندير فيها ثلاثه، يعني كنغلفها بثلاثه. اتمنى تفهموا ان شاء الله وتستفدوا من هاد الفيديو. كما كتشوفوا هنا كنبعد شويه، ما كنخليش الغرزه حتى الغرزه، وانما كنديرها قبل الراس ديال الطريس. وانا كنضرب في الراس ديال الطريس، كنخلي الخيط مرخوف دائما، كنخلي واحد المسافه اللي ندير فيها جوج غرزات، ونعاود ثاني كذلك. صافي، هذا هو الطريس. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا الكم ديالنا. هانتوما كتشوفوا دابا فاش ترجعت، غادي ندير جوج غرازي في كل بلاصه. هاد الخيط اللي خليته هنا مرخوف درت فيها جوج، وهذا عاوتاني نفس الشيء، غندير جوج غرزات وغنرجع معاهم عاوتاني نخدم الرنده ديال ربعه د الغرزات. كنضرب في الثوب عادي، ما كنبعدش بزاف على حساب ديك المسافه اللي عندنا ديال الرنده. وهنا غادي نرجع نخدم ربعه د الغرزات كما قلت لكم، كنرجعو عادي. المهم بين دريس ودريس كنفرقوه بهاد الرنده ديال اللي هما ربعه الغرزات، دائما كنعوض دوك ربعه الغرزات اللي بديت بيهم الخدمه. صافي، هنا كما قلت لكم كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكم ديالي. من بعد كنرجع كندير فوق منه الدريس ديال المغلف ولا ديال البريوه. انا غنوريكم حتى هذيك الطريقه، نحطها لكم في هذا الفيديو ان شاء الله. هذه هي الطريقه اللي خدمنا بها، كنتمنى تفهموها وتستفدوا منها. دابا غادي ندوز ندير معكم الطريس ديال المغلف، اللي هو ديجا حطيته لكم في القناه. ترس المغلف راه ساهل، ولا البريوه هو ساهل. انا ضفتو على هاد الطريس، المهم درت هاد الطريس في الكمام وضفت فوق منه داك الطريس ديال البريوه ولا ديال المغلف. صافي، هنا كما كتلاحظوا انا غادي نبدا معكم الطريس ديال المغلف. ويمكن لويت ثلاثة المرات على البرا وكنطلع دريس، من بعد كندير هنا غرزة ونطلع عاوتاني دريس واحد اخر. المهم حتى كنطلع جوج ديال السنينات بحال هكا، عاد كنجي كنغلف، كنطلع هنا واحد دريس صغير عاود كما كتشوفوا. المهم دائما كندير ثلاثة ثلاثة فيهم. صافي، هادي غادي نحبكها بالغرزه هكا ديال الرنده، وغادي نغلف ثلاثه المرات. المهم غادي نستمر بهذا الشكل، هذا كنسالي. هادي راه ساهله، كنت درت لكم واحد الفيديو على درس المغلف كيفاش كنديروا ليه، واسمحوا لي التصوير شويه ما كيبانش واضح مزيان.
صافي. هنا كما كتلاحظوا انا وريتكم النتيجه النهائيه ديال هذا الضريس، هذا كيجي انيق بزاف، كنتمنى يعجبكم وتستافدوا منه. شكرا لكم بزاف بزاف البنات على التفاعل ديالكم، على اللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم، وكنتمنى تبارطاجيو معكم القناه باش البنات الاخرين يستافدوا، اللي باقي ما شافوش القناه ديالي يشوفوها ويستافدوا حتى هما.